يلا. محمد هاني افضل لاعب في مركز الظهير الايمن من وجهة نظري. ايه وقت التصريح ده؟ ماله يعني ومال انت عايز تقول ايه؟ انه ممكن هو عشان عايز محمد يقول هاني ايه؟ يشعر بالسعادة. لا ايه اشعر بالسعادة يعني؟ يعني هو عايز يقول ايه برضه؟ مش فاهم ما يعني. انا ما اعرفش ليه. حد يقول لي بس يقصد ايه؟ محمد هاني احسن لعيب، احسن باك رايت في مصر حاليا. من وجهة نظره. طب ايه وقته ده؟ مش فاهم. هو السؤال اتسأل له؟ ممكن يكون اتسأل له حاجة انا ما اعرفش. ما اعرفش حتى اللي هيسأله، ما انا حتى ما لو في اعرفش، صحفي هيسأله ايه ما انا ما مناسبة اعرفش. محمد هاني؟ ما محمد هاني مصاب. يا اه مصاب، وانت عندك يعني لو محمد هاني بطل كورة هتعمل ايه طيب؟ مش هتلعب؟ ولا انت عشان برضو عندك مشكلة مع عمر جابر وعمر كمال فانت جبت احمد عيد برضو؟ هنرجع لنفس الدايرة يعني، مش منطقية يعني. اه محمد هاني لعيب كويس، بس عمر كمال بس برضو لعيب مصاب. كويس، وعمر عمر جابر جابر لعيب هايل كويس، بصراحة، لا لا وناس لعبت منتخب ولا يقل أهمية عن يعني، وناس محمد هاني. خبرة ولعبت منتخب. طب أقول لك الحاجة، عمر جابر أفضل من محمد هاني في الفترة الأخيرة ما انا بقول لك اهو، بس انت بقى كل واحد وليه وجهة نظر، براحتك بالاستمرارية ماشي. بتاعته عايز تقول وبالأداء ان محمد بتاعته. ايه برضو فايدة التصريح في بعد ما المباراة أنا ده؟ عايز مش فاهم. أعرف يا جماعة، ما تعرفوش ابقوا اعرفوا بقى التصريح عشان برضو بسبب إيه؟ ما نظلمش الرد يعني، خلينا ما نعرف استحالة اللعب. برضو إن صحفي انا مش عارف، ما هو برضو بيسألوه سؤال. على بس بيسألوه على استبعاد عمر كمال عبد، عمر كمال عبد واحد وعمر جابر، فقام اه هو ردد عليهم بالرد بتاع محمد ايه هاني الرد افضل. ده؟ ده رد يدينه. والله اه طبعا. ده حصل صح؟ لا ده لو كده ده كارثة. لا ايه ده؟ هو ايه الرد بيسألوه ده؟ على عمر جابر. لا يعني انا لو انا سألتك على ان انت ما خدتش عمر جابر ليه؟ او ما خدتش عمر كمال عبد واحد ليه؟ فمعناه ان استنى دول، ترد تقول تاني اللي هو اصلا مش معاك، مصاب مش معاك انا اصلا، متفق ان معاك انا هو كنت افضل باك رايت في مصر. يا بيه ده مش معاك. ده الكلام ده لما يبقى معاك تقول قول انا ما خدتش دول عشان ده، صح، برافو لكن ده عليك. مصاب تقول كده؟ دي كارثه، دي بتدينك. يا ريتك ما كنت قلت لي. طب والله انا نفسي بقول لك ايه استغربت. انا ده لو فاكر، هي كده، انا تعرف ان انا افتكرت ان هو لا يعني من ضمن الاسباب مثلا بيتكلم على الباك رايت وكمان خد ما بالك، تذكرش عمر جابر لا وعمر كمان لعب واحد، فهو قالها. ده خد بالك، ده بص ده انا لسه بطلع لك فلا مبرر. بصراحة بص لو هو قالها والناس بتسأله على عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، يا كابتن حسام كده مش صح، ما تقللش من لعيبه كبار. يقلل عمر ايه؟ جابر، لا لا هو ده رد، لا ما هو يقلل ده ايه؟ كده سيبك من تقليل، من بيقلل. لا لا تقليل لا من لا لا عمر جابر وتقليل من تقليل عمر كمال ايه؟ عبد يا الواحد. ريت، انا اسف ده هو ده مش كده عارف، هو ده هو مش مش عارف هو بيقول شايفه، ايه. مش لا لا شايفه. ده مش عارف هو بيقول ايه، عارف ليه؟ انا اقول لك ده انا كنت بدور له على مبرر. حتى بص انا لسه بقول لك ايه يا جماعه، شوف اتقال له ايه عشان لا يكون احنا برضه بننتقد غلط. لكن لو انت اتسالت على عمر جابر مش حلو. وعمر كمال عبد الواحد وتقول ده محمد هاني افضل ظهير ايمن في مصر، ده ماله مال اللي احنا بنقوله؟ لان الراجل مصاب، صح. انت لعبت احمد عيد. طب بتفق معاك المفروض حتى تقول ايه؟ انا خدت احمد عيد وجهة نظر ان احمد عيد هو اللي في الفتره. يا راجل رد الفايق رد مثلا. مقنع بس، مش بتفق اي معاك كلام. يا ريتك ما كنت قلت لي. والله. انا استغربت كمان، خد ما بالك، انا استغربت. انا بتكلم لازم افتكر بيسالوا على احمد عيد، واخد بالك؟ فهو قال لهم لا انا بالنسبه لي محمد هاني. اما ان هو يتذكر عمر جابر وعمر كمان ابو واحد ويترد الرد ده، الرد ده مش صح، اللي بعده، بكلمك بصراحه يعني. اللي بعده. بيتمنى الدعم الفتره المقبله من الجماهير والاعلام. والله احنا كده كده بندعمه يعني، احنا ما احنا مبسوطين ان احنا كسبنا على فكرة. ده مش معناه ان الاداء ممكن يكون مش احسن حاجة، لكن احنا متضايقين. هو حتى مش عارف ده صح ولا لا، يمكن قريت تصريح يعني ان هو انتوا ليه ما تعاملوني زي المدرب الاجنبي، او انتوا مش عايزين مدرب مصري، او لا تقريبا لا، مش هو في عارف ده تصريح صح قاله غريب، اللي هو ما اعرفش يعني، فاهم؟ بيقول ان كان المدربين الاجانب ما كانش حد بينتقدها في يا اختياراته، سلام، وغريبه جدا اذا بصراحه. كان انت كنت بتنتقده انت شخصيا مش انت كل كابراهيم، وانا ما انا كابتن حسام حسن كان وانا بينتقده، وانا كنت بنتقد انت كيروش فاهم؟ وفيتوريا مفيش، بص يا وكوبر ابراهيم، كمان، مفيش مدرب هرجع اقول لك تاني في العالم لا ينتقد صح؟ مفيش حد فوق يعني. النقد، واحنا لو شفنا احسن حاجه، ولو انت لعبت كلنا منتخب هنسقفك، قوي وشفنا احسن حاجه كلنا وشفنا هنسقفلك اداء والله. والله العظيم انا لو شفت اداء ولا قدر الله مفيش توفيق انا هشكر فيه. بتفق معاك ده مش صح معناه انك تخسر، صح لكن احنا برضو نشوف عارفين. نشوف. فبالعكس، او احنا هنلاقي حاجه كويسه وهنقول عليها وحشه، يبقى احنا مش فاهمين. صح. بالعكس ده الناس تقول لك ايه يا عم انتوا قاعدين تقولوا اي كلام. لا احنا مش زي الناس اللي بتاخد ترندات، صح. احنا بنقول كلام. حتى لما جيت اكلمك كلمتك فني بتفق معاك صح. في الاول، قلت لي حتى ايه انا بكلمك. بالعكس هو مش انا اللي قلت يا جماعه من حق الكابتن حسام يقول لك ان دي اقوى مجموعه، اوعى تنتقدوا في الكلمه دي. صح. طب ما انا لو عايز امشي بقى في الترندات وارجع اقول لك ايه يا عم انت بتقول؟ لا طبعا، ما صح هو يقول بتفق كده، معاك لان انا لو مكانه هو هقول لك كده. صح. انا بتكلم، لما بتكلم على مدرب بتكلم كمدرب، تمام؟ انا بتكلم كمدرب، ما بتكلمش كواحد مشاهد، لان انا بحط نفسي مكانه. صح.
وانا الناس هتنتقدني، ما من حقك تنتقدني براحتك، هتقول لي دي وجهة نظرك مش هزعل منك. في الاخر ايه اللي يثبت مين الصح ومين الغلط؟ انت في النهاية، مش في بداية مشوار او في وسط المشوار. لان انت لما بتيجي تلعب بطولة احنا بنتكلم بقى عن النهايات، انت قابلت مين وعملت ايه وعدد ماتشاتك قد ايه ونسبة الماتشات اللي عملتها كويسة قد ايه بتاعتك كل منتخبات وعدم التوفيق ما حلفكش كم مرة والتوفيق حلفك كم مرة. هنا بنتكلم على احصائيات واداء، فاهم؟ مش بنتكلم حتى انت طلعت وخلاص ووصلت لاي دور، هنا بنتكلم برضو فني برضو. يعني من ضمن الكلام برضو على موضوع محمد هاني ان هو بيتكلم ان هو ده اللي انا توقعته، يعني ان هو كان بيتكلم برضو من ضمن الحاجات ان هو افتقد محمد هاني في الظهير الايمن، ان هو عنصر كان عنصر اساسي عنده يعني. ما افتقدته، طب ما انت لعبت زيزو قبل كده وكان كويس، تمام. وانت برضو هنرجع نقول تاني هنكرر نفس القصه ان انت مش حابب تجيب عمر جابر وعمر كمال ومفيش حاجه اسمها افتقدته النهارده. استنى بس، ده كارثه اللي بيقولها. يعني انت بتلاعب منتخب برضه يعني ما بيهاجمكش وافتقدته في النواحي الهجوميه، اذا كان انت عندك اجمد اتنين في الحته اليمين صح. اللي هو زيزو ومحمد صلاح، بتفق معاك. ايه ده؟ شايف ان كابتن حسام لا يعني محمد هاني دلوقتي كان دفاعيا افتقدوا ايه دفاعيا؟ هو شايف. لا لا هو انا عايز اجابه، بس انا اقول لك على اسمع حاجه بصراحه. لا معلش انا اسف، هوضح. افتقدته دفاعيا ولا هجوميا؟ هجوميا لما يكون عندك محمد صلاح وزيزو، صح كده؟ تيجي تقول لي محمد هاني؟ طب دفاعيا انت ما جاش عليك حاجه غير في 10 دقايق، يبقى مين يا جماعه؟ بس اقول لك على حاجه بمناسبه التصريحات اللي كده اتجمعت الصوره، كابتن حسام بيتجاهل عمر جابر وعمر كمال عبد الوهاب براحته، هو حر بقى بكلمك بصراحه يعني. هو حر بس احنا كده خلاص بيحاول ان هو ايه من الاخر ما تكلمونيش في على الاثنين دول تاني يا سيدي، ده يعني ملخص لا الكلام. احنا هو حر، احنا ما بنكلموش، احنا بنقول وجهه نظر. انا بقول لك كده خلاص. بص يا ابراهيم، انا لو مدرب ممكن اسمع وجهات النظر واعمل اللي انا عايزه، بس انا مش معاه في الحته دي يعني بصراحه. الاثنين عمر جابر وهفضل دايما مصمم في الجزئيه دي. تفرق لما تكون مش واخد لعيب فنيا، تمام، وان انت مش واخد لعيب عند، متفق معاك ان في بينك وبينه حاجه. لازم تعرف ان كل الناس فاهمه ان انت مش واخدهم فنيا، انت واخدهم عند. يعني انت مش واخدهم شخصي. عند سوري مش واخدهم موضوع شخصي. فده دي بقى هنا المشكله. لان ما ينفعش مدرب يحب ويكره. بص يا ابراهيم، دايما لما تشتغل لما تشتغل مدرب لازم تعرف حاجه، جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه. انا لو حد هيكسبني وبيقول عليا مدرب، بص وخد بالك انت ممكن يا ابراهيم تبقى لاعب معايا مثلا هتكسبني، صح؟ انت مش حاببني كمدرب، بس انت بتديني اللي انا عايزه هلاعبك وانا بره الملعب قول اللي انت عايزه. لو قلت عليا مدرب وحش حقك انت حتى كلاعب، لو انتقدتني بينك وبين نفسك او مش مقتنع بيا، لكن انت كلاعب بتكسبني او لعيب كويس، صح؟ والله العظيم لحطك. وحصلت معايا وانا بضرب بضرب ناس يعني درجه على قدي، بس انا والله بعملها. لا الواد ده ما بيحب، مش مهم بيحبنا، انا مال، انا ليا الملعب، انا ليا الملعب، صح؟ لان انا هظلمه، صح؟ حب وكره ده ملوش علاقه بالشغل، حب وكره زي ما انت عايز، لكن الشغل ده ليه حدود، فاهمني؟ ملهاش في الشغل، اقول لك بصراحه في الشغل مفيش حب وكره، ملهاش علاقه. كسبني، تمام، وانت بره الشغل انت حر، كل واحد ليه حياته،